In the name of Allah, the entire merciful, the specially merciful, all praise due to Allah, Lord of the world. Dear student of grade 5, hello. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، قبل ما أبدأ بس الحصة لازم نبقى فاهمين إن منهج سنة خمسة بنفس المستوى بتاع منهج سنة رابعة ويمكن أعلى شوية. عشان كده وصية مني كأب قبل ما أكون مدرس لجميع أولياء الأمور إن إحنا نركز مع أولادنا ونتابعهم علشان نحصل على مستوى نرضى عنه، ما يبقاش نجاح على الورق زي السنة اللي فاتت، وكلنا طبعا فاهمين الكلام ده. فلأن لو استمرنا كده في المراحل المتقدمة وبإذن الله في الثانوية العامة هتبصت لو ما عندكوش حد، فيش، أما الأولاد ما سمعوش حاجة. فإحنا السنة دي نهتم وبإذن الله نعوض اللي فات. اهلا بكم في مادة العلوم مع مستر فتحي الغنيمة، ونبدأ مع بعض اول درس. اول درس بيتكلم عن needs of planets، احتياجات النباتات. planet needs، any planet need soil water air and salt. النباتات، اي نبات بيحتاج الى ايه؟ الى تربة وماء وهواء واملاح. planets need raw materials، مواد خام، يحتاج مواد خام. ليه بتبقى في التربة يا جماعة؟ اللي هي بقى الايه؟ الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، الزنك، القصدير، كل العناصر اللي في جسمنا موجودة في التربة. واحنا بناكل النبات وبتجينا العناصر دي من النبات، او الحيوان بياكل نباته بيجينا من الحيوان الاكل اللي هو بتاع التربة برضو، لان هو كان نبات خد حاجات من التربة. عشان كده النبات بيمتص المواد دي من التربة. يبقى العناصر اللي في جسمنا دي سواء كانت جاينا من اكل حيوان او من اكل نبات جايه من التربه، جايه من التربه. من ضمن احتياجات برضو النباتات، plants need raw materials to produce energy، النبات بيحتاج الى مواد خام عشان ينتج الطاقه. also plants absorb water materials sunlight and carbon dioxide to produce food اللي هو الشجر and oxygen. النباتات بتمتص الماء والمينرالز المعادن اللي هي في التربة والسنلايت ضوء الشمس وكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون to produce food عشان ينتج لنا الغذاء اللي هو السكر and oxygen. النبات مش بينتج لنا الطعام وبس، النبات بينتج لنا طعام مختلف، يعني مثلا ممكن ينتج لنا سكريات، ممكن ينتج لنا نشويات، ممكن ينتج لنا زيوت، ممكن ينتج لنا فيتامينات، ممكن ينتج لنا معادن، ممكن ينتج لنا اللبس. طبعا الزيوت بنطلع من الذرة زيت، بنطلع من السمسم زيت، بنطلع من الزيتون زيت، بنطلع من القطن زيت، يعني تباع الشمس اللي هو بنسميه عباد الشمس، انا ما بحبش اقول عباد الشمس، بنطلع منه زيت. اذا ادي زيوت بتيجي من النباتات. سكر، عندك القصب وعندك البنجر بنطلع منهم السكر بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في الشاي والحاجات التانية بتاعتنا. معادن، عندك الحديد موجود في البدنجان، موجود في التفاح، موجود في السبانخ، موجود في الفلفل الملون، حديد، بوتاسيوم موجود في الموز، دي كلها عناصر معدنية. هي بيطلع فيتامينات زي فيتامين سي في الجوافة والليمون والبرتقان، فيتامينات تانية كتير جدا موجودة في النباتات. مش كده وبس، بيطلع لنا اللبس، نبات بيطلع لنا اللبس، بنلبس القطن، بنلبس الكتان، ودول اغلى انواع من الملابس.
زائد الاكسجين يا جماعة بقى. طيب ودي رحمة من ربنا، لان الاكسجين نسبته 21% او وثابتة، ما فيش مكان تاني يجي منه اكسجين. طب ما انت بتاخد منه عشان تتنفس وبتخرج ثاني اكسيد الكربون، كده الاكسجين يقل ثاني اكسيد الكربون يزيد، النبات ده يجي في عملية البناء الضوئي اللي هي الفوتوسينثيس بروسيس، ياخد ثاني اكسيد الكربون اللي انت زودته ويطلع لك مكانه اكسجين اللي انت نقصته، فتفضل النسبة ايه زي ما هي. This process is called photosynthesis process. العملية اللي احنا اتكلمنا عليها ديت ان النبات بيمتص المعادن والمية وضوء الشمس والكربون دايوكسيد والكلام ده عشان ينتج لنا الفود والاكسجين، اسمها ايه العملية ديت؟ This process is called photosynthesis process، اسمها عملية البناء الضوئي. في عملية البناء الضوئي plants absorb water and nutrients from soil through their root system. بيمتص النبات المية والمواد الغذائية من التربة عن طريق الجذر. Water and nutrients move through a network of tube in the planet stem to its leaves. طبعا المية والمواد الغذائية دي بتتحرك خلال شبكة من الأنابيب في النبات، في ساق النبات، لغاية ما توصل المعادن والمواد الغذائية والمية دي إلى الورقة. Xylem tube moves water upward from the roots to the leaves. الاكزايلم اللي هو النسيج بتاع النبات، نسيج بتاع النبات بيعمل ايه؟ بياخد المية، بيبقى فيه انابيب، نسيج النبات ده بيبقى فيه انابيب، الانابيب دي بتتحرك فيها المية لأعلى أبورد من الجذر إلى الورقة. لكن بالنسبة للفلوم، الفلوم ده اللي هو اللحاء. يعني ايه لحاء بقى؟ اللحاء ده انت عارف، انت لما تيجي على شجرة كده من الاشجار اللي في الشارع ديت وتروح شايل القشرة بتاعتها سلخها منها كده، اهي السلخة ديت اسمها اللحاء، ده لحاء النبات اسمها فلوم. فلوم تيوب، الفلوم ديت فيه تيوب برضو، فيها تيوب فيها انابيب برضو، طبعا رفيعة مش هتشوفها بعينك لكن تحت الميكروسكوب هتقدر تشوفها. فلوم تيوب كاري فود فروم ذا ليفز تو ذا ريست اوف ذا بلانت. انابيب اللحاء ديت بتحمل الطعام من الورق الى باقي اجزاء النبات، تو ذا ريست. ريست طبعا هنا لو احنا بنستخدم الانجليش الاجتماعي، ريست يعني راحة او استراحة، لكن هنا هتبقى بمعنى ايه؟ باقي تو ذا ريست اوف ذا بلانت، لباقي النباتات، لباقي اجزاء النبات. يعني انت عندك الاكزايلم خد المية والمواد الغذائية من الجدر عن طريق الانابيب بتاعته للورقة، في الورقة بقى بتبدأ توزع النيوتريانتس والمواد الغذائية يعني خلال أنابيب اللحاء لجميع أجزاء النباتات اللي هي the rest of the planet. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، ده كان جزء من الدرس الأول في مادة العلوم، وأرجو أن يكون الكلام واضح. وأي استفسار أو أي سؤال، وهنزل أسئلة على الكلام ده بس ما نشرح الأول، ننزل أسئلة إن شاء الله. أي سؤال تحتاجه لو سمحت ابعت، وأنا تحت أمرك في أي استفسار أنت عايزه. مع أطيب تمنياتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع مستر فتحي الغنيمي.